السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما واحنا في البرمجة بيبقى قدامنا اختيارات، يعني لو المستخدم دخل رقم معين هتخرج له مخرجات معينة، لو دخل رقم تاني بيخرج له مخرجات أخرى. فأنا هاجي هنا أقول له مثلا أنا عندي إكس بيساوي 10، تمام. فعايز أقول له لو الإكس بيساوي 10 أكتب لي رقم معين، لو الإكس بيساوي 10 أكتب لي رقم آخر. خلينا هنا أعرف سلسلة فاضية خالص، أوتبوت بتساوي مفيش اي كلام خالص. وبعد كده هقول له اف اكس، وبعد كده على تاني يساوي عشان نعمل مقارنة 10، وبعد كده دوس نقطتين وانتر وتاب عشان نعرف ان السطر ده تابع للي فوق. الاوتبوت دوت ابند، ابند يعني ضيف لي قيمة معينة او رقم معين. ابند بين قوسين هبدأ أحط علامة التنصيص اكس ايكوال 10، تمام. طيب خلينا نعمل التجربة، أقول له ران تعال هنا. احنا هنا لسه ما عندناهوش اوتبوت، اكس اكس ايكوال 10. طيب لو هي ما تساويش اقول له else نقطتين اوت بوت دوت ابند اوت بوت دوت ابند بتساوي اكس نوت ايكوال 10، لازم بين علامات تنصيص، تمام. خلي الاكس بتساوي 12 مثلا، ران بيجي هنا اكس روت ايكوال 10. طيب لو الاكس بيساوي 12 اقول له اي ال اي اف اللي هي الس اف، ولازم احط له النقطتين وبعد كده انتر وتاب واقول له اوت بوت دوت append x equal 12 واقول له run. طيب ايه المشكلة هنا؟ المشكلة انا ما قلتلوش ايه هي الاستثناء، اقول له x بتساوي 12، فلا كده شرط، فهو هيجي هنا هيقول لي اكس ايكوال 12. فكده انا عملت قاعده اف اكثر من كلمه. طيب خلينا دلوقتي نعمل حاجه تانية، هقول له ضيف لي بوينت باي كوردينيت اهيت، واجي هنا اضيف اقول له 10 و 10 و 0، تمام. دي القيم بتاعت الاكس والواي والزد. عايز ابدا اعرف النقط دي في قلب البايثون، عايز اقول له ان هنا هياخد الانبوت ده هيبقى عباره عن نقطه. هبدا اعرف النقطه عندي، اقول له ان انا عندي بوينت هتساوي ان زيرو. هناخد المعلومات من الانبوت زيرو. طيب دلوقتي بقى هاجي اقول له انا عايز في قاعدة اف بوينت دوت زد زد هيت بتساوي، لو القيمة بتاعت زد ديت هي هنا بكام؟ هنا بزيرو. واقول له لو هي بزيرو عايزين نقول له الاوتبوت دوت ابند
زد بيساوي زيرو، طبعا بين علامة تخصيص، وأقول له ران. بيقول لي المشكلة، تعالى نعرف المشكلة. اف زد بيساوي زد بيساوي زيرو. طيب خلينا نغير الزد ديت نخليها 4 مثلا، وأقول له ران. ما جابليش ليه؟ لأن أنا مش حاطط else. فخلينا ناخد دول كده، وقول بوينت بتساوي بتساوي 4، وهنا ال else output بتساوي أربعة، وهنا أقول له زد تقبل 10. طيب تعالى هنا هتلاقي زد بيساوي 4. لو غيرتها لأي رقم آخر وخليتها مثلا 5، وجيت هنا هتلاقيها زد تقبل 2. تمام، فبقى سهل جدا إن احنا فهمنا قاعدة اف وقاعدة else و else if وهكذا.